أصدر الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرار بخصوص إدارة الإسماعيلي في الفترة القادمة. مجلس النادي الإسماعيلي أو الإدارة التي كانت تدير النادي الإسماعيلي خلفا لمجلسه الحكومي رحلت عن إدارة الدراويش بالأمس بحكم قضائي، ليصدر الوزير قرار جديد حيث قرر تعيين لجنة ثلاثية من النادي تضم المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي. وهذه اللجنة مهمتها تسيير الأعمال في الفترة القادمة، تسيير الأعمال بخصوص الأمور العاجلة في النادي ولحين انتخاب مجلس جديد في الشهر القادم. اللجنة الثلاثية المصغرة التي ستقوم بإدارة النادي أكدت على حرصها الشديد في إنجاز مهمتها على أكمل وجه وتوفير الاستقرار للنادي الإسماعيلي.